السلام عليكم. السلام عليكم أخوتنا في الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزول في اللون أخوتنا في الجزائر. هذا فيما يخص موضوع ما جرى اليوم في بويرة. في بويرة ما كان مقصود منه يعني، وكان عمل دنيء مخابراتي، لكن استطاعوا بواسطة هذا العمل الدنيء أنه يؤثروا في الشعب في بويرة، وتقع يعني تراشق بالحجار بين البوليس، رغم أن البوليس من الناس اللي كانوا من خلف البوليس، كانوا مخابرات هم اللي ابتدوا بالرمي، لكن كانوا ناس مندسين في طرف من في الشعب، وبذلك وقع تراشق بالحجار وادخلوا الشعب في هذه المأساة. لكن الحمد لله يعني لازم يعرف الشعب في الجزائر أن لنا أعداء. أعداؤنا حكامنا، أعداؤنا أركان، عساكر الأركان هم أعداؤنا، هم من يتآمرون على الشعب، لأن سلمية الثورة التي لم يرى لها مثيل في العالم، أنها دامت 6 شهور لم يرى لها مثيلا، ليس لها مقاومة، لا تستطيع أن تقاومها إلا بالعنف، وذلك ما ابتدأوا فيه، لأنهم يعرفون أنهم سيخسروا معركة الانتخابات إذا تمت بهذه الطريقة وبهذه السلمية. لا نعطيهم الحجة حتى يخرجوا. أنا كنت نقول لكم دائما يفو با دوني غيزون باش يخرجوا العساكر، لأن العسكري إذا قدر الله وكبرت خيخرج ابن الشعب، الجندي ابن الشعب هو اللي يخرجوه ويقمع على أساس الحفاظ على الأمن، ما يهموش من ابتدأ، وهو ما يستغلوه بهذه الطريقة. قيادة الأركان يستغلوا البوليس، يستغلوا الجدارمي، يستغلوا العسكري البسيط على أساس يبقوا، لأنه ذو ظلمة وخائنين لكل العهود. ما لازمش نعطوهم فرصة. سلميتنا سلمية، نتغلب بالسلمية، حتى لو ضربوا، حتى لو سجنوا، نتفوق إن شاء الله، لا نقع في الفخ. هذا فخ، لكن لازم أي إنسان يتجرأ أو يرمي أي حجر، يرشق أي حجر على البوليس أو على العسكري أو على الدركي، ذا ممنوع، لازم يوقفوا عند حده، لأن ذا يريد خلاط السابل بالنابل. قلت لكم يفال ميلونجي لي شوز، ما تعرفش شكون من يضرب شكون، كما داروا هذه القصة تاع البارلمون الأوروبي اللي جابوا فيها هذا رافائيل كوزمان اللي هو اصلا يهودي، لكن احنا ما يهمناش يهودي ولا ما يهمناش، ما كان ما دخلنا في هذه القضايا هذو، لانه كان ندخلوا في القضاء هذا. ابوه هو من برر جرائم الجنرالات ذاك الوقت، كان نزار وعماري وجماعه كبيره، برأ الجرائم تاعهم في الاتحاد الأوروبي، برأهم، لكن دفعوا له فلوس. هذا الخطرة دفعوا الفلوس كذلك، أموال لابنه حتى يقوم بهذا الإشاعة كأنه حيدخل للجزائر، لأنه يقعدوا علينا وما يقعدوش، هوني تاع الجزائر هذي بيناتنا، يأكلونا ناكلهم الجنرالات هذو، لكن باش هما يتجرؤوا. شوفوا يشروا العديان بالدرهم باش يبخل الانيسياتيف، قال الجزائر غادي تدخل فيها هذا الاوروبي، الاتحاد الاوروبي هي ما كانش منها بعد، لكن يدوروا صوره كان اوروبا راهي فدنا، هما راه معاطينهم كلش، راه معاطينهم كل خيرات البلاد، راهم معاهم، هما لم يلعبوا في هذا اللعبه مع هذا القاذر هذا رافائيل، لأنه يتباع، يشروه ويخدموا معه.
الو في هذه القصة يلعبوها لنا كأنه هما يخافوا الوطن والشعب هو اللي ضد الوطن. لا، هما اللي ضد الوطن، مع المتآمرين في الخارج، في الإمارات، والإمارات ما عم تخدم مع إسرائيل، نجيبوها هكا، وفرنسا ما عم تخدم مع إسرائيل وتخدم من نفسها، وأمريكا ما عم تخدم قاع ضدنا. لازم نعرفوا هذا، لكن احنا بسلميتنا راهم منبهرين. فالرجاء، احتفظوا بالسلم، السلمية هي اللي نربحوا بها، بالدارجة هكذا هي اللي نربحوا بها، ونفاقاني نوتخ باتاي، لأنها سلمية باسيفيك، ما كاش حاجة كيما الباسيفيك، ما تقدرش تحاربه، تحاربها بالنيوكليير، لكن هما لازم يخترقوا حاجة، لازم يدخلوا حاجة، لازم يضربوا الشعب، يسجنوا الشعب، يعني كي شغل يوصلك انت تقول لها لا ما كاش الفوت، هو يريش لك هكا باش يحمقك، باش ينرفيك، باش يوصلك للنقطة اللي ما تراجعش فيها، تضرب ولا لا لا لا، خلينا رانا ملاح، رانا خلينا كان، خلي قداك العام كنت نقول لكم خليكم باردين، باردين كي الألمان في السلمية تاعنا، لأن بها نفوزوا، ما نعطوهمش فرصة. هما عارفين باللي كي يوصل اليوم 12 ما غاديش يكون الفوت ان شاء الله يا ربي، وحنا افيك اون غريف جينيرال ما يكونش الفوت، كي ما يكونش الفوت صاي طيح ورقتهم، مصداقيتهم بالنسبه حتى لهذ الدول اللي راهم حاميينهم وماش باغيين يهضروا عليهم في الاعلام العالمي، راهم ساطرينهم، باسكو على راهم عاطينهم دي بروجي على افونس، دي بروجي على افونس، داروا القوانين هذو وجري ودير، لازم يكون قانون ولازم يفوتوا على قانون المحروقات، وهما داروا دي داروا دي اتفاقيات سرية باش يعطوهم حتى في على المستوى الصحراء وفي البحر، كاع سوا رزق الجزائريين بغاو يعطوه لهم، انه يعطوهم اكثر من النص غير باش يرضوا عليهم ويبقوا هما في الحكم، لانهم دائما هما مستفادين معاهم، مستفادين، لكن احنا ما نعطوهمش فرصة، وعارفين هذا القانون لو كامل، كان ما يروحوش، كان ما يحطوش رئيس بوبية ما ينجموش يوصلوا، لكن احنا ما دام بالسلمية تاعنا ما يكونوش هذه الانتخابات، تسقط هذه العصابة، وكي تسقط هذه العصابة نجمو نديرو حكومة ونديرو رئيس، كل شيء يكون مبني على العدالة، العدالة والقانون، بلد القانون، وهذه ما ترضيهم لا أوروبيين لا حكامنا، لأنهم دايما هم المستفادين، ويخافوا المصالح تاعهم متهدة، وممكن يتحاسبوا لهم، جرائمهم كبيرة ونفاقهم كبير، ومعاهم فاني الناس اللي تساعدهم. لذا نقول لكم دائما اي انسان في الجزائر لازم يعرف ان في الاتحاد تاعنا كيما راه الاتحاد، ورا الحمد لله راه ما كانش تفرقه في الشعب، لازم يكون عندكم قياده، سياسيه، ما تهمش السلطه تكون لمن في المستقبل، لكن الاتحاد انت تنسيقيه، ثوريه، مي با ان موفمون، ما يستعرفوش به العالم، لكن يستعرفوا بالثورات، لما يكون عندهم مصداقية وتكون عندها تنسيق بينها ثوري سياسي، تمثل تخرج منكم ناس، كي نقولوا الناس في الحباس، ما نجموش الناس في الحباس، هما ما يخرجوهمش يا عباد الله، ما يخرجوهم، ما يخلوش البطل برقعة ولا طابو يخرجوا من الحبس ويمثلوا الشعب، نعم ما يخلوهمش يخرجوا، عارفين باللي عندهم قوة والشعب يبغيهم، لكن فيه ناس برا، خلوهم يمثلوكم ويرفعوا سماواتهم انهم هما الممثلين تاعكم، لكن الاضراب شامل، وسلمي، شامل وسلمي، ما تخلوش الاختراقات هذو الناس يدخلوا بيناتكم ويفسدوا علينا هذا العرس السلمي، هذا عرس سلمي راهي تعرفها الجزائر إن شاء الله، بس تستقل حقيقة من الحركة أولادهم، لأنهم دايما يتآمروا على الشعب، وأي كلام يتكلم على الشعب ولا على الأحرار ولا على الوقفات اللي هم واقفينها الطلبة والشباب، كذب في كذب، الشباب على حق، الطلبة على حق، الشعب اللي يخرج يوم الثلاثاء والجمعة هو الذي على حق، وراكم عارفين شرا في الجزائر وخيانات والغناء، العالم غناء، فرنسا، كان المفروض عندها أزمة صافي 20 عمرها ما ضرتها الأزمة، لأن كل
الأموال سريا تروح له عن طريق رئيس الكلب وعند الخونة. لكن انتوما خلوكم سلمية قد ما تقدروا، الراجة السلمية هي اللي انتو فوق بها. ما يتهورش الإنسان في دقيقة على أساس الضرب ولا انذار ولا ما نجمش يستحمل. لا، اللي ما يستحملش يقعد في داره، يا إما يتراجع لورا يخلي الرجالة سلمية. احنا بغينها سلمية وتكمل إن شاء الله سلمية، والرجاء منكم يعني وصلوا هذا المساج بتبقى سلمية، لأن السلمية هي قوتنا، والسلمية ما عندهاش حاجة مضادة سلمية باش يقابلونا بها. لازم يتعدوا علينا، لازم يتعدوا علينا، لازم يسجنونا هما بطريقتهم، لكن بالسلمية لما طول يسقطوا يسقطوا، لأن ما تكونش فيه انتخابات. هذا هو البيت، وما بغينها بالقوة تكون انتخابات، لأنه بغين يخرجوا العسكر، وإحنا مش بغينهم يخرجوا العسكر يا عباد الله. بغين الانتخابات ما تكونش كاش الفوت، هذه اللي بغينا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم.